السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كده مع بعض هنعمل البفتيك باللحمة المفرومة. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله سيرفيس نص كيلو لحمة مفرومة، عامل معايا 10 قطع. السيرفيس اللي انت شايفاه ده حاجة كده تحفة ما شاء الله. يعني يا ريت يا جماعة كده قبل ما ندخل على الفيديو بتاعي ونشوف عملناه ازاي، ما تنسوناش كده في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة كده مع بعض هنعمل البفتيك بطريقة سهلة جدا، مكوناته بسيطة قوي، وعايزة اقول لك طبق مميز جدا. يعني انت لو عاملة عزومة وعاملة مثلا فيها فراخ وحابة تعملي صنف جنبها تقدري تعملي البفتيك، هيبقى حلو قوي. طريقته سهلة جدا وبسيطة، ممكن تعملي منه كمية تحطيه في الفريزر لو احنا مثلا في العيد وعندنا لحمة مش عارفين نعمل بيها ايه. لو انا عندي لحمة مفرومة ومش عارفة اعمل بيها ايه، ممكن تعملي منها البفتيك وتحطيه في الفريزر وتطلعيه على القلي. سهل جدا وطريقته بسيطة، ان شاء الله تعجبك قوي. اول حاجه معايا هنا اللحمه المفرومه، ده حوالي نص كيلو لحمه او اكتر شويه، عندها اكتر من نص بشويه، طبعا الكميه اللي تناسبك على حسب عدد افراد الاسره اللي عندك يعني. ومعايا بصله هنا زي ما انتم شايفين كده فرمها ناعم جدا، لازم البصله يا جماعه تكون مفرومه ناعم عشان ما تبانش في اللحمه. تمام، البصل ممكن تبشريها ممكن تفرميها في الكبه، المتاح عندك اشتغلي بيه مفيش مشكله خالص. ده بالنسبه للحمه والبصل. البهارات بتاعتنا عباره عن ايه؟ البهارات سهله جدا ان شاء الله. يعني دي معلقه ثوم بودره صغيره، معلقه فلفل اسود صغيره، معايا البهارات السبعه هستخدم منها نص معلقه صغيره، معايا ربع معلقه بابريكا وربع معلقه شطه، طبعا الشطه دي على حسب رغبتك برده، ومعايا معلقه ملح صغيره. اول حاجه معايا اللحمه، ابدا انزل عليها كده بالبصله بتاعتي، فلفل الاسود، ثوم البودر، البابريكا والشطه والبهارات السبعه، ونبدا نعجن الخليط بتاعنا ده كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده بنبدا كده نعجنها، طبعا على ايدينا يا جماعه، مش محتاجه انت تحطيها في كبه ولا اي حاجه، اهم حاجه كده كله يتجانس مع بعضه وخلاص كده. خلاص خلصت اللحمه معايا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين اللحمه لازم طبعا تتجانس كويس جدا، تقلبيها كويس قوي. هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ معايا هنا الاكياس، وطبعا يا جماعه الاكياس اللي متابعني على القناه من اول القناه انا بحطها في علبه مناديل، الفكره دي حلوه قوي احسن من الاضرار مليون مره. تمام، هنا الكيس معانا كده ونبدا نفرزه، معانا مقص هنقص طبعا ايه الجزئيه اللي هي مكان القفل دي الاول، ببدا افرد الكيس معايا كده زي ما انتم شايفين، بنفتحه اهو سهل جدا اهو شايفين، وناخد كده معانا قطعه من البفتيك. طبعا يا جماعه بتعملوها بشكل عشوائي ليه؟ لان البفتيك طبعا مش بيبقى جاي منتظم، فاي شكل هتحطيه مفيش مشكله خالص. ناخد كده قطعة البفتيك معانا اهو اهي، ونبدأ كده بايدينا نبططها زي ما تيجي معاكي بقى، يعني لا مدورة ولا مستطيلة ولا مربعة، زي ما تطلع هي تبقى كده تمام معاكي. شايفين؟ اهم حاجة كده ترققيها معاكي بس. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ سهلة جدا جدا. اسهل حاجة يا جماعة البفتيك زي ما قلت لكم، وحلو جدا. يعني ممكن تطلعي كده وتحمريه، تعملي بقى جنبه مثلا طبق رز، طبق سلطه، بطاطس محمره، في ناس ما بتحبش الرز بتحب المكرونه، على حسب كل بيتنا بيحب. بس هو صراحه بيبقى جميل جدا وبينفع في الازمات، يعني لو دخل حد ضيف فجاه وانت مخزنه في الفريزر هتطلعي تحمري وتعملي مثلا جنبه طبق مكرونه وطبق رز وسلطه خلاص، وحبه بطاطس محمريه. ده السمك بتاعنا شايفين ليه برقاق كده. هعمل واحده ثانيه معاكم اهي، شايفين اهي، وبالكيس كده ببدا ابططها. تقلي بقى مفيش اسهل من كده، نص كيلو لحمه هيغذي البيت كله ما شاء الله. يعني انتوا عارفين تمن البفتيك بره غالي جدا، يعني تمن البفتيك اقل حاجه يعمل 150 جنيه. تمام، احنا كده هنعمله اهو بطريقه بسيطه جدا سهله قوي اهي شايفين. ممكن نحط طبعا اتنين في كيس واحد زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا هتصغري الحجم شويه. انا قسمت القطع بتاعتي دي على 10 قطع، واشتغلت بالنشابه او بالمردانه كده سهلت معايا وخلت السمك كله معايا واحد زي ما انت شايفه كده. بس كده خلاص مفيش مشكله خالص، بنبدا ناخدها كده اهي الاتنين على بعض. ودلوقتي معايا هدخلها لازم الفريزر، طبعا لازم تبقى متماسكه خالص معايا والتلج معايا خالص، وبعد كده نبدا نشتغل فيها. دلوقتي البفتيك معايا اهو خرجت من الفريزر، سامعين الصوت يا جماعه؟ لازم تطلعيه بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم ممكن تعملي كميه وتحطيها في الفريزر، وممكن تسيبيها براحتها خالص، يعني مش شرط ساعه او اتنين، يستحسن يعني انك تسيبيها من الليل لو هتعمليها يعني. فهي كده خلاص جاهزه معايا. دلوقتي الكفر الخارجي اللي احنا هنعمله ايه بقى؟ معايا هنا بيضتين حاطه عليهم ربع كوبايه حليب، وعليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود، ومعايا هنا البقسماط، ده بقسماط ساده عادي جدا مفيش اي حاجه عليه خالص. هعمل ايه هنا بقى؟
البقسماط بتاعي ده انا هبهره، هحط عليه كل حاجه، ربع معلقه يا جماعه، ربع معلقه جنزبيل، بصل بودره، ثوم بودره، فلفل اسود، شطه، ملح، كركم. هحط كده كل البهارات بتاعتي، ده كده بديل الفيجيتار، كأنك كده جبت فيجيتار من بره جاهز مجرد ما بهرتيه بالشكل ده. كده خلاص قلبت البقسماط بتاعي. نجيب كده قطعه البفتيك بتاعتنا، طبعا يا جماعه انتوا شايفينها كبيره كده بس هي بتكش، يعني هي تبقى النص بالظبط. نحط كده قطعه البفتيك بتاعتنا هنا زي ما انتوا شايفين كده في البيض بتاعنا، طبعا معانا دلوقتي زيت على النار بيسخن. نفضي كده البيض من عليها ونحطها في البقسماط اهي. كده خلاص ده شكل قطعة البفتيك بتاعتي، شايفين كده معايا زيت على النار اهو، ابدأ انزل بقطعة البفتيك بتاعتي. ده شكل قطعة البفتيك معانا، شايفين ما شاء الله، شايفين اللي ما حلو ازاي. طبعا يا جماعه ما بقلبش خالص غير لما بتاخد لون من الجهه الاولى اهو. كده خلاص معايا قطعه البفتيك اتحمرت اهي، طبعا من الجهتين زي ما انتم شايفين كده، شايفين لونها تحفه ازاي ما شاء الله. صفيها كده كويس من الزيت، ومعايا طبق كده جنبيه حط عليه مناديل مطبخ. حط كده قطعه تانيه معانا اهي، كده معايا قطعه البفتيك التانيه اهي، ببدا اقلبها. طبعا ما تقلبيش قطعه البفتيك غير لما تلاقيها استوت من تحت، عشان يفضل الكفر زي ما انت شايفاه كده معاكي متماسك ما شاء الله. طبعا يا جماعه بعد ما اطلع كل واحده زي ما انتم شايفين كده البقسماط اللي على الجنب ده، بجيب مصفى كده انا مخصصاها للزيت وبشيل البقسماط ده، فبيطلع معايا كله رايق وكله لونه ذهبي زي ما انتم شايفين كده. هكمل كله بقى بنفس الطريقه واوريكم الشكل النهائي. كده خلاص خلصت البفتيك بتاعي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، حلو جدا، ان شاء الله جربوه يعجبكم. ما شاء الله نص كيلو لحمه مفرومه، عمل لنا كل السيرفيس اللي انت شايفاه ده، طبق حلو جدا وسهل جدا وما هياخدش معاكي وقت خالص. حابه انبه بس على نقطه، لما نيجي نخرج البفتيك من الثلاجه يا ريت نجيب قطعه قطعه، يعني القطعه اللي هنشتغل فيها ونحطها في البيض وبعد كده في البقسماط ناخدها على الزيت وبعد كده نجيب القطعه الثانيه. ليه؟ لانه لو قعد بره على ما انت تخلصي بقيه القطع هيطرى منك ويبقى احنا ما عملناش حاجه، فطبعا هيبقى صعب ان انت تمسكيه لان الطبقه رقيقه جدا، فتيجي تمسكيها وتحطيها في الزيت هتلاقيها اتقطعت منك. تمام، فيستحسن نعمل ايه؟ ان احنا نشتغل بواحده واحده على طول. عايزه اوريكم شكل قطعه البفتيك من جوه، انا قطعتها لكم كده بالسكينه، شايفين يعني عمرك ما تتخيلي ان دي لحمه مفرومه، ما شاء الله القطعه متماسكه وحلوه جدا، شايفين ما شاء الله، الله اكبر. عايز اقول لكم بقى كمان طعمه حلو قوي، يعني اللي ما جربوش فاتوا كتير بجد، لان فعلا طعمه حلو قوي. وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده يعني الكميه ما شاء الله معايا حلوه قوي، يعني ما شاء الله نص كيلو لحمه مفرومه عمل معايا 10 قطع من البفتيك ده. ان شاء الله تجربوه يعجبكم جدا. يا ريت يا جماعه عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى في اللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، مع الف سلامه.